نظم إقليم سبا بقاعة الشهيد الثائر علي ناصر القردعي بعاصمة الإقليم محافظة مأرب حفلا خطابيا وفنيا بمناسبة العيد الوطني 59 لثورة 14 من أكتوبر المجيد. المزيد من التفاصيل في التقرير الذي أعده الزميل محمد القداسي. أكدت ثورة 14 من أكتوبر المجيدة عزم وجبروت الشعب الذي لا يقبل الوصاية. في ذلك اليوم الخالد من العام 1967 أشعلت الثورة نبراس الحق والحرية وسطر ثوار الأحرار صفحات النضال في جبين التاريخ. محافظة إقليم سبا أقامت في قاعة الشهيد القردعية حفلا خطابيا وفنيا بمناسبة العيد 59 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة. رئيس هيئة الأركان العامة قائد العملية المشتركة الفريق الركن صقير بن عزيز أشار بالدور التاريخي والنضالية لأبناء محافظات إقليم سبا مأرب الجوف والبيضاء، وقال نقف اليوم بكل شموخ مع صناديد ملوك سبا لمواجهة المد الفارسية. في هذا اليوم البهيج وفي هذه الاحتفالية المباركة بمناسبة ثورة 14 من أكتوبر وامتدادا لاحتفالات شعبنا العظيم بأعياد الثورة اليمنية 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر وذكرى الجلاء 30 من نوفمبر، يوم بلغت القلوب الحناجر أمام دموية الحوثي وميليشياته، كانت قبائل مارب تتعاهد على الموت في مطارح نخلة من أجل الدفاع عن العقيدة والكرامة والدفاع عن رمزية الدولة والجمهورية، لتصنع بعدها مارب ملحمة وطنية ليس لها مثيل، وما زالت فصولها تتجدد منذ سبع سنوات حتى يومنا هذا. سبع سنوات ومارب حديث كل بيت في اليمن، سبع سنوات واسم مارب يتردد في وسائل الإعلام العربية والعالمية، سبع سنوات ومارب تقدم فلذات أكبادها وأعز وأغلى رجالها من أجل اليمن، من أجل العزة والكرامة. كل بيت في مارب كان له شرف التضحية، سبع سنوات كانت مارب هي المأوى لكل مشرد من بطش ودموية الحوثي وميليشياته الكهنوتية، وهي الأمان لكل خائف من جبروتهم. وكيل أول محافظة علي محمد الفاطمية ومدير عام مكتب الثقافة علي بغلان ومدير عام تنمية المرأة فند العمارية أكدوا عظمة الاحتفال بثورة 14 من أكتوبر والأدوار البطولية الماضية للأحرار الذين قادوا مسيرة الكفاح المسلح ضد الاستعمار البغيض. في هذا اليوم التاريخي بقيادة المناضل راجح بن غالب لبوزة الذي كان في شهر فبراير من نفس العام ومعه المرحوم قحطان محمد شعبي ضمن مجموعة تنظيمات أعدوا في صنعاء برنامج الكفاح المسلح وإعلان الجبهة القومية للكفاح المسلح ضد الاحتلال البريطاني لجنوب اليمن. إننا اليوم لا نحتفي بالذكرى 59 لثورة 14 من أكتوبر، لكننا نحتفي بملحمة بطولية خاضها أبطال التحرير، ونستلهم عظمة أولئك الرعيل من الثوار وبطولاتهم في هذه الأيام التي تشهد فيها اليمن أوضاعاً مأساوية جراء الانقلاب الطائفي الذي قام به الحوثيون في 21 أيلول الأسود من العام 2014. تتوالى أفراحنا بالأعياد الوطنية 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر والثلاثون من نوفمبر في خضم المعركة الوطنية الراهنة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية. إنها مناسبة عظيمة تتجلى فيها قيم ومبادئ الثورة اليمنية. الفنان علي حيدر قدم وصلات غنائية أطربت جمهور الحاضرين، فيما ألقيت قصائد شعرية نالت استحسان الحاضرين. مرحبا يا اكتوبر، شرفت يا عيد الوطن والثورة، شعاعك اشرق من قفا سبتمبر بنوره الوهاج في المعمورة، يوما من التاريخ ما يتكرر وامجاد في شعب اليمن المحصورة.
الاحتفال بثورة 14 أكتوبر المجيدة يعكس قناعات أبناء شعبنا الأبية بواحدية أهداف ثورة سبتمبر وأكتوبر الراسخة في وجدان أحرار اليمن. عدل فضائية محمد القداسي، مأرب.